الخاطر الذي واجه الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان أول خطر واجه الإسلام هو خطر النافثين، والخطر الثاني هو خطر القاسطين. الناكثين بينا أنهم أولئك الذين عاهد الله الرسول صلى الله عليه وآله ثم نكثوا، والقاسطين هم الذين انحرفوا عن الدين الإسلامي مدعين بأنهم يطالبون بتطبيق القانون الإسلامي. أما المارقين، المارقين هم الذين ما تثبتوا، تأخروا لما تقدم الدين وتقدموا لما وقف الدين، والحركة التي ارتكبوها وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من رمية الرمي أو من الرمية أو من القوس قبل أن يثبت الرمي الرمية، يعني بعد عندما يعني مثل ما الآن إذا تيجي تصور الخاصة من السلاح تنطلق أثناء ما تريد تحضر السلاح، يعني بعد بسم الله ما ثبت السهم هو انطلق ولا يثبت في اليد، ومنه سميت المرقة مرقة، مرق هذا الذي نأكله مع الرز، لأنه لما تحمله بالكف يمرق من بين الأصابع لا يثبت في اليد، يسميه مرق. والمارق كما نعلم أنه المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهد، واللازم لهم لاحق، إن هم الدين. الحركة في ذلك اليوم كانت يعني إرهاصاتها اجتهادات من المارقين على أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم اشتبه وأذنب وأخطأ، فينبغي أن يستغفر من ربه، وإذا ما يستغفر من ربه اتلوه. ثم لما هو أخذ رأيهم قالوا لما أخذت رأينا هم أذنبت، من هذا هم استغفر. الموضوع المعروف، نحن الذي يهمنا اليوم تسليط الضوء على حركة السلام عليكم، حركة بعض الشرائح الاجتماعية اليوم نعاني منها، وسنقف على بعض الصور نعاني منها أشد المعاناة، واحنا مصيبتنا هاي، وهاي هي اللي قتلت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني الخطر الأول على أنه خطورته في أوليته، والخطر الثاني خطورته في كون إلى فئة وإلى جماعة وإلى عاصمة هي دمشق، بس الخطر الثالث لا عاصمة له ولا فئة له، إنما هو أسلوب فهم الدين، وأسلوب فهم الدين أيها الأخوة يعني كل المشكلة، كل المشكلة هنا. يعني لما واحد يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو يجلس عند أهل البيت صلى الله عليه ويسمع الحديث يصاب بالفتنة، فلا بد يثبت ما يتجرأ، لأنه إذا تجرأ بأنه هو استطاع أن يفهم الدين كما فهمه الإمام أو النبي تجرأ على الحدود، حتى لا يكون واضح، ما يصير في الداخل، لأنه إذا كان نعم إذا كان واضح وأنت مأذون عندك إذن إيميل هاي، يعني مثل ما يقول لك أنه لا تقل أوف فمعناته لا تضربهم، هذا واضح بعد ما يحتاج، أما أنه هذا شيء مو واضح نهائيا فينبغي أن ترجع إلى أهل الذكر حتى يعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليس نحن نشرع
تكون واضحة هي كلش واضحة، ما يصير مو واضحة، لأنه بعدين تجر إلى هتك النواميس الخمسة، هتك الأموال والأعراض وهتك الدين نفسه، وتعيش هاي المشكلة. المشكلة التي تقريبا بس تحسب كم مليون مسلم خارج بلاد الإسلامية شاردين من البلاد، يعني أكثر من 20 مليون أو 30 مليون شاردين من البلاد، ما يقدر في بلد الإسلامي ما يقدر يعيش، جاي من الأجنبي مرتاح وعايش ويفكر ويحضر ويصلي ويصوم وما حد يعني. سببه أنه هؤلاء ما طبقوا الدين الحقيقي بل وطبقوه بالمقلوب، وكانت النتائج يعني مخزية جدا جدا مخزية. الصور اللي اقتطفها بعد ما ثبت شكل الانحراف اللي صار، نشوف من ما نحن اليوم نعيش، نحن نعاني من اشد المعاناة، يعني لا يسلم عندنا من المسلمين، حتى اني بعض الاخوة قالولي وكلام هو يعني مدهش وغريب ولكنه له وجه من الصحة. يقول شيخنا أنا صرت إلى درجة كل ما أشوف واحد متدين هو أخاف منه هو، وكل ما دين ما عنده أرتاح، لأن هذا الزمن يكون عنده دين هو يقول يفسقني ويكفرني ويحدد مني ويحدد أموالي، هذا اللي دين ما عنده مين يدري؟ أتمنى لي مع من لا دين له أكثر من أتمنى لي مع الذي هو متدين. الله عليك على الإسلام، مو قول القائل هذاك الدنيا اللي يخوف، هذاك الإسلام مو المسلم من سلم الناس. شوف كلمة الناس، أقع حديث يقول المسلمون من سلم المسلمون من يده ولسانه، هنا السلام عليكم، هنا يقول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، يعني حتى غير المسلم هم لازم يسلم. ما عرفنا شنو حقيقة القضية؟ يعني قلت لك أمير المؤمنين حركاتهم حروبهم سلمهم دين ومناهج، فلازم نروح نشوف الإمام شنو سوى، شنو صارت القضية اللي على ضوءها من هاي الشريحة، مو فد خطأ ارتكب، فد واحد سأل الإمام أو فد واحد سأل النبي ما فهمان شنو جرى وصارت مشكلة، مو هيجي اكو فد منهج طويل عليهم. هذا يفسر في الظاهر القرآن ويكتفي بالقرآن ويترك السنة، لا يعمل بالسنة، ويقول حسبنا كتاب الله، هذا يعني هذا النهج نعاني من عنده أشد المعاناة، يعني لا يسلم لنا شيء مهم، ولا يرعون لنا نجا مطلق سيطروا، لا يرعون في مؤمن إلا ولا جلد، يعني إلا في استثناء وجبنا دماء عقد، لا يرعون في هذا الشيء. فما الذي حصل؟ سلام عليكم. بالاختصار المفيد، لما اشتدت الحرب على معاوية في صفين، معاوية لازم يعمر من العصر، قال المكيدة يا عمرو فكر شوف لنا جارع علي يقتحم دمشق، فقال لنا محاولة أخيرة، فهو يركز يا رجال، لأن هذا ترى قمة المصائب، هذا الإمام غايب هم من دون هالمشكلة، وراح يرجع هم على هالمشكلة، والله سبحانه وتعالى سنى الأديان، سنى هذا من وراء هالمشكلة، مشكلة الفهم المدعى للدين، هو مو فهم مو هيك، هو يدعي أنه متدين، لأن الخطر من هذا أخفى وأخطر وأعرف. فقال نعم لنا بقية خط أخير عندنا، أن جيش علي فيه مجموعة من الحمقى من الذين يأخذون ظاهر الدين مو واقعا، فهذول إذا إحنا حركناهم يمكن يصيرون مثل طابور خامس شلون ضد علي عليه السلام ونكسر شوكة علي. قال يعني شو